بسم الله الرحمن الرحيم. إنه حديث عن شواطئ التائبين وأحوال التائبين. يا أيها الذين آمنوا أصحاب لذة الإيمان توبوا إلى الله توبة نصوحا. شواطئ التائبين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهل تقبل معي أخي دقائق نسير قليلا حول هذه الشواطئ المليئة بالإيمان؟ معاصر. لقد كنت أعيش في تعب ونكد، عشت الضياع والتيهان، لواط ودخان وغنى. معاصر. حتى طلبت الزوجة طرد أمي فطردتها، فخرجت أمي من البيت وهي تقول أسعدك الله يا ولدي. معاصر. مشغلة بسماع ما يغضب الله تعالى، غارقة في عالم المعاصي. معاصر. أعيش عقوقا للوالدين عجيب، حتى كاد والدي أن يقتلني. معاصر. لقد ضرب أمه قبل أيام. معاصر. جر أباه والعياذ بالله من داخل البيت حتى أوصله عند باب الشارع. معاصر. معاصر. والله ما ظلت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجتها، بل كل المعاصي جربتها. لا تقنطوا من رحمة الله، وارفع يديك إلى السماء، وارفع يديك إلى السماء وقل بلسان ضارع حزين: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. شواطئ التائبين. فعزمت على برها وطاعتها وأسأل الله تعالى أن يتوب علي. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. وإذا به يبكي ويبكي حتى عاهد الله وعاهدنا على العودة إلى الله تعالى وترك الذنوب. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فإذا بالرجل ولله الحمد اصطلح حاله وواظب على الصلاة وطاعة الله تعالى، اللهم اقبله، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه الآن آن لأن تتوب. أما آن للقلوب أن تتوب. فلا أقلع وتب واجهد فإن. أما آن للقلوب أن تتوب وتؤوب. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق. وصايا. لماذا قل عندنا الخوف من الله وعدم إدراك بأن الله يرانا؟ لماذا قلت هيبة الله في قلوب الكثير منا؟ وصايا. استعف الله وأهلا بك تائبا منيبا لأنك أحببت لقاء الله. وصايا. وكن صادقا، وكن صادقا مع الله. حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، واعتكف على كتاب الله، واصحب الطيبين والصالحين. ولاحظ زينة الدنيا ببغض، تكن عبدا إلى المولى حبيبا. أخي الحبيب، هل أقبلت على الدخول في شواطئ التائبين؟ اللهم اقبله في شواطئ التائبين. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم شواطئ التائبين لفضيلة الشيخ إبراهيم بن مبارك بوبشيت. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله البر الرحيم الرؤوف القريب الحبيب لكل تائب منيب الشديد على كل عاص عنيد. الحمد لله يعصى فيمهل وإذا تيب إليه غفر، خيره إلى العباد نازل وشر العصاة إليه صاعد. الحمد لله قابل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين. الحمد لله كاشف البلايا وماحي الخطايا، إله الأولين والآخرين، الخير بيديه والشر ليس إليه. لك الحمد والنعماء ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن،
لعزته تعنو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. تسبحه الطير الجوانح في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد. ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا، وسبحه الأشجار والوحش أبدا، وسبحه النينان والبحر زاخرا، وما طم من شيء وما هو مقلد. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ما أضاءت اللآلئ وسبحت البهائم، أتى بالهدى نورا إلينا ونعمة. وقد كان وجه الكون بالشرك مظلما، فجلى بأنوار الهدى كل ظلمة، وأطلع في الآفاق للدين أنجما. وصلي على المبعوث للخلق رحمة، محمدا المختار والآل كلما سرى البرق من أرجاء مكة، أو سرى نسيم على زهر الربا متبسما. ورضي الله على الأصحاب أصحاب أحمد، وكن لهم في كل حين معظما. أما بعد أيها الأحبة في الله، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الحبيب، أوصيك ونفسي في هذا اللقاء بتقوى الله تعالى، فهي وصية النجاة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحبيب، إن حديثي معك هذه الليلة عن شواطئ، ولكن ما أجملها من شواطئ. إنه حديث عن شواطئ التائبين وأحوال التائبين، أصحاب لذة الإيمان والسعادة والراحة والأمان، الذين أقبلوا على الله وأنابوا إليه بإسبال الدمعة ولذة المناجاة، الذين كسروا زمام النفس الأمارة بحربهم للشيطان وحزبه، وطلبهم للانضمام لحزب الرحمن وأوليائه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إنها تلك اللحظة التي تاقت فيها الروح بالعودة لخالقها سبحانه وتعالى، بعدما كلت وملت وتعبت وهي تسير وراء أهوائها ورغباتها، متنكبة للصراط المستقيم، هائمة في ظلمة ليس بها نور هلال ولا سطوع بدر ولا بزوق نجم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهل تقبل معي أخي دقائق بسمعك وقلبك؟ نسير قليلا حول هذه الشواطئ المليئة بالإيمان، فنستقي منها ما يحرك قلوبنا ويعلي هممنا. روي أنه كان في البصرة نساء عابدات، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد. وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه، وتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم بدأ يصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فالليث فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح. فبدأ يصف أكثر وأكثر، فماج الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس. فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم، وأنا أظن به عليهم، فقد والله أعجبتني هذه الجارية، وأنا أرضاها عرسا لولدي، أي زوجة له. فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء
فقال: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر. فأخذ يصف أكثر وأكثر، فاضطرب الناس، فوثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، والله لقد أعجبت لي هذه الجارية وأنا أرضاها عرسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك ولدي في هذه الغزوة، فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة. قال عبد الواحد: لئن فعلتي لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. فنادت ولدها فقالت: يا إبراهيم. فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أماه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية؟ أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أماه، رضيت أي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فجاءت 10,000 دينار وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. وانصرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا واستجادت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له: إي بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتلوه. فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم في من خرج، فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي مع الشهداء إن شاء الله. فخرت ساجدة لله شاكرة وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني. وانصرفت راجعة. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقال: لا زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي: يا أماه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس، فهنيئا لك يا أم إبراهيم كل هذا السعي الحثيث بالنفس والمال لتكفير الخطايا ومحو العثرات والإقبال بولدك للدخول في شواطئ التائبين الموصلة إلى جنات النعيم. فبمثل هذه المرأة تنشأ الأجيال وتعمر الديار. إخوتي الكرام، إنه والله سعي حثيث مبارك، حيث لاقى نفسا تواقة ومطيعة ومقبلة على الله تائبة
ومنيبة حين قال إبراهيم: إي والله يا أماه رضيت أي رضا. أيها الحبيب، هذه عاقبة التوبة، جنات النعيم وتبديل السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إنها لحظات وتنضم لشواطئ التائبين فتكون من السابقين، وتنتقل إلى جنات النعيم وتصحب الأبرار المقربين، وتستأنس بالحور العين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. إخوتي، إنها التوبة ساعة تكفير الخطايا ومحو الدنايا ورفع المقامات عند رب البريات بالقرب منه والانكسار بين يديه وحسن التعامل معه سبحانه وتعالى. فالتوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ إنه الخبر اليقين، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أخي، إذا سبقك بصرك لما حرم الله عليك فاعلم أن بصر الله إليك أسرع. روي أن محمد بن المنكدر رأى رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فوا عجبا لك يا ابن آدم، تستحي من نظر الناس إليك ولا تستحي من نظر رب الناس؟ قال أبو سليمان: الخاسر من أبدأ للناس صالح عمله وبارز الله بالقبيح ممن هو أقرب إليه من حبل الوريد. فيا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. فأقبل أيها الحبيب وأصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس، ولا تبارز الله بالعصيان فيفضحك وأنت لا تشعر. روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكل الدراهم، فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب، إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة، ثم مر ذات مرة بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد مرة وكل ذلك من عندك. وصدق أبو الدرداء عندما قال: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. أخي الحبيب، أختي المسلمة، إنها لحظات تتوق النفس لربها وتتذكر خالقها وتعترف بالتوحيد والخوف من الله تعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يوسف عليه السلام في ساعة هجوم الشهوة وافتتان المرأة ووجود الخلوة، استحضر الخوف من ربه فقال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنها لحظة
إذا تركها العبد خوفا من الله وجد أثرها سعادة وإيمانا وراحة وأمانا. فاستحي من خالق يرعاك في ملأ وفي خلاء وكن منه على حذر. فلا تظن أخي الحبيب أن السعادة في معصية الله وعدم الخوف من الله، لا والله، فاستبدل المعصية بطاعة الله ولا يغرك إمهال الله تعالى وستره سبحانه، بل اعترف بالخطأ والزلل والتقصير والخلل. ووالله كلنا ذاك الرجل الذي يذنب ويقصر، ولكن قل بلسان ضارع حزين: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أنامني وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. فهذا شاب انضم لشواطئ التائبين وهو يحدثني بذلك بنفسه، وهو يبث الآهات والحسرات على كل ساعة ذهبت في غير الله، وخاصة ترك الصلوات وسماع المحرمات، وهو يحمد الله تعالى الذي عصمه من الوقوع في المخدرات وما لا يرضي الله تعالى، حتى أخذته فطلبت منه أن ينقل كل ما يعايشه الآن من السعادة الإيمانية والراحة الربانية إلى مجلس وكان عندي فيه إلقاء درس، فأخذته معي. فلما ذهبنا وحصل الدرس قلت لصاحبي: تكلم وأخبر الإخوة، لا والله مجاهرة بما فعلت، ولكن تذكير وعظة لعل الله أن يحرك قلبا غافلا. فوالله يا أحباب، جلس يبث ما كان يعايشه وما يجده الآن من راحة وأمان وسعادة واطمئنان، حتى عم ذلك المجلس الراحة والأمان، حتى بدأ يزف العبارات والحسرات، حتى تأثر من كان في المجلس. اللهم اقبله في شواطئ التائبين، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. وهذا شاب انضم لشواطئ التائبين، نصحته وذكرته بالله والعودة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى بسبب ما كنت أرى عليه من تكاسل عن الصلوات وفعل بعض المحرمات، حتى تأثر ولله الحمد وعزم على الإقبال على الله تعالى. فيقول لي: لقد كنت أعيش في تعب ونكد، عشت الضياع والتيهان، لواط ودخان وغنى، حتى كدت أقع في الزنا، دخلت السجن وأنا في سن مبكرة، مما جعل دراستي تكون ضعيفة، أعيش عقوقا للوالدين عجيب، حتى كاد والدي أن يقتلني. وبعد وقت رأيته وسألت عن حاله، قلت: كيف حالك رعاك الله؟ فقال: الحمد لله وأثنى على الله، وهو يقول: وجدت الراحة بالإقبال على الله والعودة إليه سبحانه وتعالى، حتى أصبحت محبوبا في بيتي وفي أسرتي وفي مجتمعي، بعدما كان يقع لي عكس ذلك من كراهية وبغض، وتركت صحبة السوء التي ما تركتني حتى بعدما عدت إلى الله وأقبلت على الله. اللهم اقبله في شواطئ التائبين، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فهذه دعوة للإقبال والدخول والجلوس على شواطئ التائبين. فعن ابن عباس أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن امرأة جاءت لتبايعني، فأدخلتها الدولة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع. قال عمر: لعلها مغيبة في سبيل الله. قال أجل. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فسكت عنه ونزل القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده فقال: لا والله، ولا نعمت عين، ولكن للناس عامة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. وعن مالك بن دينار قال: البكاء على الخطيئة
يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. ويقول يحيى بن معاذ الرازي الذي حجب الناس عن التوبة: طول الأمل وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة عند كل همة. وكان يقول: المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات. واعلم أيها الحبيب، اعلم أن إمهال الله لك ليس دليلا على محبته إياك، لا والله، بل إنه من الاغترار. يقول منصور بن عبد الله: سمعت أبا علي الرُّبذاري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك الإنابة والتوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت المسلمة، لماذا قل عندنا الخوف من الله وعدم إدراك بأن الله يرانا؟ لماذا قلت هيبة الله في قلوب الكثير منا؟ فعن أبي ذر ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أخي الحبيب، لا تظن أن خلوتك في دياجر الظلام وهجع الأصوات دليل ومفتاح لعصيان رب الأرض والسماوات، فإذا خلوت بالمعصية فلا تظن أنك قد اختلوت. كتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له فقال: أما بعد، أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وهذا شاب انضم لشواطئ التائبين بعدما عاش العقوق والضياع. يقول هذا الشاب: توفي والدي وقامت أمي بتربيتي حتى أنهيت الدراسة الجامعية، وجاءت بعثتي إلى الخارج، وبعد انتهاء البعثة رجعت شخصا آخر قد أثرت في الحضارة الغربية، رأيت الدين تخلفا ورجعية، وأصبحت لا أؤمن إلا بالحياة المادية. حصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن زوجة، وقد اخترت زوجة غنية وجميلة، وتركت اختيار أمي من تلك الزوجة المتدينة المحافظة. وبعد 6 أشهر من الزواج حدث خلاف بين زوجتي وأمي، حتى طلبت الزوجة طرد أمي، فطردتها في لحظة غضب. فخرجت أمي من البيت وهي تقول: أسعدك الله يا ولدي. وبعدما سكن غضبي خرجت أبحث عنها فلم أجدها، حتى انقطعت أخبار أمي، وأصبت بعدها بمرض، صرت رهين المستشفى. وعلمت أمي بالخبر وجاءت إلى المستشفى تريد زيارتي، فما كان من الزوجة إلا أن طردتها وقالت لها: اذهبي عنا. وبعد مدة خرجت من المستشفى وقد انتكست حالتي النفسية، وفقدت الوظيفة، وتراكمت علي الديون، حتى حدثت الصاعقة علي بطلب الزوجة للطلاق، فطلقتها، فخسرت الأم والزوجة والوظيفة، فخرجت أهيم وأبحث عن أمي، وفي النهاية وجدتها، ولكن أين؟ في مكان تأكل من صدقات المحسنين، فدخلت عليها وقد أثر فيها البكاء، فما إن رأيتها حتى ألقيت بنفسي تحت رجليها وبكيت بكاء مرا حتى شاركتني البكاء، فعزمت على برها وطاعتها، وأسأل الله تعالى أن يتوب علي. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. فلا تطع زوجة في قطع والدة. عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر، فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وعالجت بك أوجاع النفاس، وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها، ولا تشتكي نتنا ولا قذرا، وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك، وترخي دونك السترا،
وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى، فلا تفضل عليها زوجة أبدا ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبر، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الإخوة والأخوات، هذا غيظ من فيض من صور العقوق والعياذ بالله. فهذا رجل جاءني في يوم من الأيام يطلب صدقة من الصدقات، وشكى حاله وديون عليه، فقلت له أين تعمل، لأنه من خارج بلدي. فأخبرني بمكان عمله، فسألت أحد الثقات في مكان عمله، فقال لي لا تعطيه لا تعطيه. قلت له لماذا لماذا؟ قال قد ضرب أمه قبل أيام. ورجل آخر أعرفه عيانا جر أباه والعياذ بالله من داخل البيت حتى أوصله عند باب الشارع، وحكى لي هذا الحدث الذي أنقذ هذا الأب الكبير في السن المقعد من يد ابنه والعياذ بالله. أليس الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا أحد المقبلين على شواطئ التائبين بعد سماع الغناء والزمر. ففي يوم من الأيام اصطحب معه أخيه الصغير، وكان صاحبنا مفتونا بالغناء، فقام بفتح المسجل، وما كان من الصغير إلا أن نصحه وقال له إن الغناء حرام إن الغناء حرام. فما كان من الأكبر إلا أن ضحك، ولما كرر عليه أخيه ذلك قوبل بالسخرية والاستهزاء وعدم التشدد، وحذره من الوسوسة وهدده بأنه سوف ينزله في الطريق إن لم يسكت. فما كان من الصغير وحرارة الإيمان تغمر قلبه إلا أن سالت دمعات من عينيه وقعت على خده الطاهر، كانت أعظم موعظة لأخيه. فلما رأى حال أخيه استيقظ من غفلته وبكى وبكى متأثرا بما رأى، ثم أخرج الشريط من مسجل السيارة ورمى به بعيدا معلنا بذلك انضمامه لشواطئ التائبين. اللهم اقبله في شواطئ التائبين. إن الغناء سلب عقول الكثير بل الكثير من الناس، وبعضهم يصبح ويمسي وهو له سامعا ومنصتا. فيا سبحان الله، لماذا الإصرار على صوت الشيطان؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن مكايد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسرا في حركاتهم ورقصهم عافانا الله وإياكم. يقول لي أحد الأخوة البارحة، يقول: وقفنا عند الإشارة فوقف شباب في أعمار الزهور وكانوا يركبون سيارة أجرة، فنزلوا ورقصوا ورقصوا ورقصوا، فنزلت إليهم ونصحتهم وذكرتهم فلم يستجيبوا،
فهممت بضربهم فكانوا ضعافا شياطين متبعين لشيطان حتى ركبوا السيارة والخوف والهلع في قلوبهم وهم منذهلين حتى هربوا. فيا سبحان الله فيا سبحان الله كيف وصل حال شباب الأمة لهذا الحال؟ أخي الحبيب أما علمت أن الشيطان يستخف بعقول الناس بهذا الغناء ويستفزهم؟ أما سمعت عندما أخبر الله تعالى عن المعرض إبليس لأنه لم ينضم لشواطئ التائبين بل صار زعيما زعيما لشواطئ العصاة والمذنبين وإمامهم؟ فقد قال الله تعالى عنه عندما أبى السجود لآدم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. واعلم يا أخي أن الغناء وشراء كل ما يوصل إلى سماعه من لهو الحديث الذي قال الله تعالى عنه وعن أهله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره هو الغناء. ولا تقل أخي الحبيب أني أسمعه بقصد التسلية والمتعة فلم يجعل الله تعالى الترفيه عن النفس فيما حرم عليها. سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وما حكم الطبل في الزواج؟ فأجاب سماحته رحمه الله تعالى فقال الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء وإن كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي الآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ولا في غيره بل يكتفى بالدف خاصة في العرس فقط وللنساء دون الرجال. نقل ذلك مجلة الدعوة في أحد أعدادها يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور في الأصوات والألحان وآهن لذياك السماع فإنه ملئت به الآذان بالإحسان وآهن لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان وآهن لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان وآهن لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغير له بلساني ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. واعلم أخي الحبيب أن حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. التقيت مع رجل فيه الخير أحسبه كذلك فحدثته عن الغناء وأثره وأهديت له بعض الأشرطة وإذا به يقول لي والله سمعت الغناء كثيرا فما وجدت منه أدنى فائدة والآن ولله الحمد
لا أسمعه، بل وأضع إذاعة القرآن الكريم وسماع الأشرطة الطيبة وأضعها باستمرار في سيارتي ولله الحمد، حتى عمرت حياتي بذلك. وكانت إحدى الأقارب ممن هجرت الغناء ولله الحمد، هجرت الغناء وأعراس النساء التي فيها المحرمات تجد السعادة، كما تقول تجد السعادة لأنها تطيع الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم جميعا، اللهم أقبلهم في شواطئ التائبين. وهذا أحد المقبلين على الولوج في شواطئ التائبين بعدما ذاق ألم المعصية وفقدان الطاعة وهجر أهلها. يقول محدثي بهذه القصة: ذهبنا لبيت هذا الشاب عن بلاغ بوجود مخدرات وخمور بأنواعها في ذلك البيت، والمسؤول عنها أخوه الأصغر في العشرين من العمر. فلما دخلنا إلى البيت مع الجهات المختصة ونفاجأ بوجود ذلك كله على جهة الحقيقة، والبيت تسكنه أما طيبة عجوزا غافلة عما يحدث، وأخوات غارقات في وسائل الإعلام، حيث يوجد في كل غرفة صحن استقبال مع جهاز بمفرده. وأثناء القبض على هذا الشاب وخروجنا من البيت نفاجأ بقدوم أخيه الأكبر. لما رآنا تفاجأ، لأنه كان يعرفني، بل كان يذهب معنا مع الطيبين والمستقيمين، ولكنه انتكس والعياذ بالله، وإذا به نفاجأ وكأن به رائحة سكر. أخذناه معنا والأم تبكي عند باب البيت وتقسم بالله ألا تدخل إلى البيت إن لم يأتي ولدها الأكبر، لأنه هو العائل لها. ولكنه لما أخذناه لم يثبت عليه شيء، فأخذت أنصحه وأذكره بالله تعالى وماذا كان عليه أيام شبابه من ذهابه مع الصالحين، وإذا به يبكي ويبكي، حتى عاهد الله وعاهدنا على العودة إلى الله تعالى وترك الذنوب، وأول ذلك تحطيم الشر الذي في البيت، وطلب أن نزوره وأكد على ذلك وأزال ولله الحمد شعار المنكر في بيته، فلله الحمد والمنة. وأيضا نقلت ذلك جريدة الجزيرة قبل أيام. اللهم اقبله في شواطئ التائبين وتب عليه، اللهم اقبله وتب عليه وعلى أخيه، واجبر كسر أمه يا ذا الجلال والإكرام. أيها الحبيب، إن هذا كله مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري والبيهقي في شعب الإيمان، أنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. قال ابن الأثير: ومعنى الحديث أنه يبعد بالذنوب وأصل إيمانه ثابت. فمهما ترك الكثير الهداية وهجروها فما لهم الله إلا الرجوع إليها. فأقبل أيها الحبيب، فأقبل ولا تبتئس والله، واعلم ما للإعلام من الأثر السيء مما تعرضه القنوات الشيطانية من رذيلة، إنها والله دعوة للزنا والعار والفحش والتفحش. فكم من أب وقع على بنته، وأخ وقع مع أخته، نسأل الله العفو والعافية. وكم شاب أصبح رهين المخدرات حتى دمر حياته وأسرته وكل شيء في حياته. فكم شاب ترك كل شيء، ترك الطاعة والإيمان حتى أعرض عن الله. فيا من نعت بك الديار عن الهداية والإيمان، كنت مع القرآن فأصبحت مع الشيطان، كنت مع القيام والتسبيح والاستغفار فأصبحت مع الهوى قائما بما يغضب الرحمن. فهلا عدت وأنبت ورجعت وتبت وأصبحت في شواطئ التائبين؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله. وهذا أحد الذين انضموا لشواطئ التائبين. فقبل أيام ألقيت كلمة ومحاضرة في أحد المساجد بعنوان: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي أثناء الحديث دخل شاب إلى المسجد، وبعد الانتهاء جاءني فقال لي: أريدك في حديث. أتيت إليه وإذا بدمعات عينه على شاطئ العين واقفة، فقال لي: والله أنا كنت خارج المسجد فسمعت الحديث فدخلت المسجد، وإني والله
أرغب في الاستقامة والهداية، وإني والله أرغب في الاستقامة والهداية، ولقد تعبت من المعاصي، ولقد تعبت من المعاصي أفلام وغنى. وبدأ أيها الإخوة يحكي لي ما يعانيه داخل بيته بسبب جهاز الاستقبال ووضع أخواته من تبرجهن وسفورهن، وبدأ يحكي لي مآسيه مع العادة السرية وعدم قدرته على تركها بسبب رؤيته للممثلات والعاهرات. فقلت له: استعن بالله وأهلا بك تائبا منيبا، لأنك أحببت لقاء الله، فمن أحب لقاء الله فليعمل بطاعة الله وكن صادقا، وكن صادقا مع الله، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، واعتكف على كتاب الله، واصحب الطيبين والصالحين. فوعدني والله وعدا طيبا، فأقول: أهلا بك في شواطئ التائبين، اللهم اقبله، اللهم اقبله، اللهم اقبله. أخي الحبيب، هل أقبلت على الدخول في شواطئ التائبين والعائدين والمنيبين؟ جاء في الأثر ابن آدم: خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كما تحبب إليك بالنعم وأنا غري عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من كلام مالك بن دينار: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أخي الحبيب، هذا أحد التائبين الذين انضموا لشواطئ التائبين. يقول محدثي بهذه القصة: قبل أيام كان هذا الشاب مع مجموعة من رفقاء السوء ويتظاهرون بالمعاصي جهارا علانا، حتى قدمنا مع بعض الأخيار إليهم فقمنا بنصيحتهم، وهذا الشاب خصوصا لما نرى عليه من علامات الفسق الكثيرة. وفي أثناء النصيحة والتذكير والتخويف بالآخرة انهمر بكاء هذا الشاب حتى ما تمالك نفسه وقال: والله ما ظلت صغيرة ولا كبيرة إلا ولجتها، بل كل المعاصي جربتها، زنا ولواط وخنا وعار، وأخذته العبرة والندم، حتى طلب أنه يذهب معي وترك صحبة أهل السوء فأخذناه معنا. وفي الطريق بدأ صاحبي يذكره بحال الإنسان في الدنيا وجزاء الأعمال المحرمة، والله لم يرفع رأسه حتى أوصلناه إلى بيته، حتى سألنا عنه بعد ذلك، فإذا بالرجل ولله الحمد اصطلح حاله وواظب على الصلاة وطاعة الله تعالى. اللهم اقبله، اللهم اقبله في شواطئ التائبين. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول صاحب طريق الهجرتين: قال بعضهم: من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. أيها الحبيب، اعترف لله بالخطأ والتقصير، اعترف لله بالخطأ والتقصير والإنابة والخضوع، وارفع يديك إلى السماء، وارفع يديك إلى السماء، وارفع يديك إلى السماء، وقل بلسان ضارع حزين: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النهيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا، أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا،
أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا الغدرات كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا. وحذري أن يعاجلني ممات يحير أهوال مصرعه اللبيبة. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا. إذا ما قمت حيرانا ضميئا حسر الطرف عريانا سليبا. ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا. وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما يأني لك أن تتوب. ألا فأقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد نصيبا. وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا. وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا. وكن عن كل فاحشة جبانا وكن في الخير مقداما نجيبا. ولاحظ زينة الدنيا ببغض تكن عبدا إلى المولى حبيبا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما آن للقلوب أن تتوب وتؤوب وترجع إلى خالقها تائبة منيبة خاشعة منكسرة قبل أن تأتي اللحظة التي لا يغني فيها مولا عن مولا شيئا. تلك اللحظة التي يتبرأ فيها القرين من قرينه والصاحب من صاحبه فيخبر الله تعالى عن تلك اللحظات التي فيها يفترق الأحباب الذين لم تكن محبتهم لله ولا صحبتهم لله ولا اجتماعهم من أجل الله. حينها يقع التساؤل ويقع الحيران في خسرانه ووباله والعياذ بالله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا يقول كل هذا؟ لأنه يقول لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول السعدي رحمه الله فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن. وليوالي من ولايته فيها سعادته وليعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته. وتذكر فراقك من هذه الدنيا وأنه قريب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. أيها الحبيب التوبة التوبة طريق لحسن الخاتمة وتكفير الخطايا مهما عظمت الخطايا وكثرت السيئات وقلت الحسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واعلم بأن الله رحيم ودود بل هو أشد فرحا بتوبة عبده. فأقبل عليه تبدل السيئات حسنة ويكون مآلك جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقال فيقول يا رب وقد عملت أشياء لا أراها الآن لا أراها هاهنا. إنها التوبة، إنها التوبة، هل من إقبال على الله وانضمام لشواطئ التائبين قبل هجوم تلك اللحظة التي تخرج فيها الروح من الدنيا وما فيها تاركا الشهوات والملذات والأموال والعمارات والمراكب الفارهة والوظائف العالية، تاركا أهلك وأحبابك، فاختر أي الطريق تريد، طريق أصحاب اليمين أم أصحاب الشمال، وأي الأصناف ترغب فيه ممن أخبر الله عنهم فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإياك أخي ثم إياك أن تظلم نفسك بالمعاصي والمنكرات وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا من يصر على الآثام في صلف والموت خلف جدار الغيب مستتر، الله يفرح إن تاب المسيء، ألا قوموا إلى الله واستعفوه وابتدروا، لا تأمن العمر والأيام راكضة وقد يجيء بما لا تحذر القدر، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الحبيب وأنت أنت، من وفقك الله فألبسك لباس التقوى وتزينت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو تظن أنك بمعزل عن هذا الحديث؟ لا والله، بل نحن جميعا، بل نحن جميعا أولى بهذا الخطاب وأجدر بالعتاب والانكسار للكريم الوهاب بذل وخضوع وإخبات. فها هو آدم وحواء يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذا نوح يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهذا إبراهيم يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. فلا تقتر بطاعة الله، فإنما الأعمال بالخواتيم، كما عند البخاري عن سهل بن سعد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكن صادقا في الإيمان ولا تموج بك الرياح وتتأثر بظاهرة المد والجزر على الشواطئ. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. واعلم أخي أن سؤال الله الثبات في كل لحظة هو المغنم، فكم شاب عاش الاستقامة بل حتى صار مؤذنا أو إماما بل طالب علم وإذا به انتكس وتغيرت أموره. فهذا شاب كان يقول لي حدثني بكل سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أعملها، وإذا بالأيام وإذا بالأيام وتتغير أموره ويهجر السنة ويهجر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ينتكس بالكلية حتى يهجر الصلوات عافانا الله وإياك. وهذا شاب آخر كان مؤذنا ويعيش إيمانا وطاعة حتى أنه كان يخبرني عما يعايشه من أسرته وما يقوم به من الدعوة لهم، فإذا زرت بلدته التقيت معه بالرحب والسلوان والمحبة والرضوان. وبعد مدة زرت بلده وأفاجأ لما ذهبت لبلده أخبرت بأنه ترك الأذان، وبعد زمن رأيته في مكان والله يا أحباب والله ثم والله لم أعرفه، بل خشيت أن أسلم عليه وأفاجأ بأنه رجلا آخر لفقدان نور الطاعة عليه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. التقيت بأخيه بعد مدة فقلت أسألك بالله أخيك فلان سمته كذا وكذا؟ قال نعم. قلت لا إله إلا الله. قلت سلم عليه وأخبره التحية وأنه قد رآني في ذلك اليوم، فلم أستطع أن أحييه
لما أني لم أكن أعرفه من خلال منظره الخارجي. خرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ولقد كان سلف الأمة يخافون على إيمانهم مع كثرة أعمالهم، فهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب. فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. قال أبو محمد الحريري: كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة وهو يقرأ القرآن، فقلت: يا أبا القاسم، ارفق بنفسك. فقال: يا أبا محمد، ما رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذا الوقت، وهو ذا تطوى صحيفتي. وعنه قال: لما حضرت عند الجنيد وفاته بساعتين فلم يزل باكيا ساجدا، فقلت له: يا أبا القاسم، قد بلغ بك ما أرى من الجهد. فقال: يا أبا محمد، أحوج ما أكون إليه في هذه الساعة. فلم يزل باكيا وساجدا حتى فارغ الدنيا. الله أكبر. أيها الأحبة، هذه دعوة للإقبال وهجران الذنوب والانطراح بين يدي الله تعالى بالاعتراف لله بالخطأ والتقصير. وقل يا أخي دائما: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واعلم أن باب التوبة مفتوح، فاستغل فتح الباب قبل انقطاع الأسباب، وقم وتوضأ وأسبل الدمعة. ففي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. واعلم بأن الله الرحيم قد قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن مسعود: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. قال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارة الذنوب، فاعترف بالذنب وانطرح بين يدي الرب. فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. أخرجه البخاري ومسلم. واسأل الله أخي المغفرة، واتهم نفسك بقول الله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تذكر عظمة الله تعالى الذي خلقك وصورك وكونك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم إذا أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة: فليعمل ما شاء. رواه أبو هريرة. أيها الحبيب، عليك بالحج فإنه نعم المعين، نعم المعين بإذن الله تعالى في تكفير الخطايا، وفقني الله وإياك له. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأبشر بقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأبشر بقول الله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. واطلبوا العزة
وكن صادقا في التوبة وعازما على الإنابة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولا تبتغي عند غيره العزة، فإن العزة لله جميعا، ولا تأخذك العزة بالإثم كحال من قال الله عنه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. واعلم أيها الحبيب أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة من حديث ابن مسعود مرفوعا، قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال رحمه الله تعالى: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. وقال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها. أيها الحبيب، إنها ساعة التوبة الطاهرة الصافية، حياك الله وبياك في شواطئ التائبين والنادمين. فعليك بالندم، فالندم توبة، وأقلع عن المعاصي، وأخرج المنكرات من بيتك وقلبك، وأخرج المنكرات من بيتك وقلبك، وكن صادقا مع الله. أختاه أختاه، كوني صادقة مع الله، تجردي من كل حرام، تجردي من كل حرام ورذيلة. أيها الإخوة الكرام، تذكر أيها الحبيب الغامدية وكيف ندمت وصبرت حتى طلبت التطهير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت إليه ونار الجوف تستعر، ودمعة العين لا تنفك تنهمر. جاءت إليه تجر الهم مخبتة، كأنها أشعث أضنى به السفر. قالت: وللصدق في إقرارها شجن، والصمت يطبق والأحداث تختصر. أصبت حدا فطهر مهجة فنيت، وشاهدي في الحشا إن كذب الخبر. حتى أعرض عنها صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تزال نادمة ومنيبة، حتى بعد التكرار وبعد الوضع والفطام أقيم عليها الحج، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. تابت، وتوبتها للناس معتبر، لو وزعت بين أهل النخل قاطبة كانت لهم دون بأس الله مدثر. وأقلع عن الذنب وكل الوسائل المؤدية إليه والطرق الدالة عليه، وليكن ذلك بحزم وعزم وجهاد ومجاهدة. قال شقيق بن إبراهيم الأزدي: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. وتذكر أخي الحبيب قصة الذي قتل 100 نفس لما غير بيئة الفساد فاز بالجنة، فهنيئا له. وعليك بالاعتذار من الذنب لربك سبحانه وتعالى، وانطرح بين يديه، فإن الله تعالى في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالبا للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيوب ويعطي السائل. واعلم يا أخي أن دلالة قبول توبتك هو صلاح حالك بعد التوبة، وكونك بعد التوبة خيرا من قبلها. والخوف اجعله مصاحبا لك، لأن التائب الصادق لا يأمن من مكر الله وانخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة في قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، أي تقطعها بالتوبة. وأبشر أيها التائب بالمقام الأسمى عند الله تعالى إذا صدقت في التوبة والإنابة والرجوع والاستكانة، فالتوبة هي رأس مال الفائزين ومطلع الأصطفاء والاجتباء للمقربين. وقل دائما أخي الحبيب: اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل والتقصير والخلل، اللهم اقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين واستغفار المستغفرين. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. واعلم واعلم أيها الحبيب بأن الله رحيم يناديك دائما يناديك دائما، فيقول: يا ابن آدم يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فعد إلى الله بصدق وكن صادقا، وإياك ومعاودة الذنب
وتنسى صاحب الفضل والإنعام سبحانه وتعالى. ولا تكن كذاك الرجل تتوب من الذنوب إذا مرضت وترجع للذنوب إذا بريت، إذا ما الضر مسك أنت باكٍ وأخبث ما تكون إذا قويت. فكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت، وكم غطاك في ذنب وعنه مدى الأيام جهرا قد نهيت. أما تخشى أما تخشى أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دهيت. وكم عاهدت أخي وكم عاهدت ثم نقضت عهدا، وأنت لكل معروف نسيت. فدارك قبل نقلك من ديارك إلى قبر تصير وقد نعيت. وهذه إحدى التائبات تابت إلى الله وعادت كما تقول: كانت بدايتي كنت منهمكة لا أصلي، منهمكة في قراءة ما لا ينفعني ومطالعة ما لا يفيدني، منشغلة بسماع ما يغضب الله تعالى، غارقة في عالم المعاصي. كانت بداية الهداية عندما دخلت المطبخ ذات مرة واحترقت يدي، فأخذت أبكي واستغفرت الله، وأحسست بأنه عقاب لي وتذكير بنار جهنم التي وسعت كل شيء. فأقبلت على الله بصدق وإنابة وعودة بعدما سمعت التنبيه من معلمتها، وكانت صادقة مع الله تعالى. أيها الأخ الحبيب، هذه بنيات أفكاري قد زففتها إليك، فأسأل الله أن تلقى منها خاطبا كفؤا. فجرد القلم وجرد العزيمة وأقبل على الله وعاهد الله تعالى بالعودة والإنابة. أختاه، عودي إلى الله وكوني صادقة مع الله كما تقول هذه التائبة. وجدت والله السعادة بعدما صليت واستشعرت أثر الصلاة بعدما كانت صلاتي خواء في خواء. فأقبل يا أيها الحبيب على الله بصدق وإنابة وخضوع وانكسار، واصدق مع الله واصدق مع الله. واعلم أيها الحبيب أني ما أصبت من خير فمن الله تعالى، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك، وأن يجمعني وإياكم أيها الأحبة في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم تعذرون أيها الإخوة طلنا عليكم، ولكن والله إن الإنسان لا يشتاق لأمثال هذه الوجوه الطيبة، ويسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. قلوا بعض الإخوة أنهم يعيشون في بيت مليء بالمنكرات والسيئات. مجمل الأسئلة الماضية أقول يا أخي الكريم، قم بالدعوة. أعرف بيتا اهتدى ولدهم الأوسط، فلما اهتدى والله إن هذا البيت كله الآن رجالا ونساء كلهم على هداية واستقامة. لما بدأ بالدعوة ونصح وصبر، قد أوذي في البداية، ولكنه والله بالمجاهدة تغيرت البيئات وتغيرت كثيرا من الأمور. فكن عازما بصدق رعاك الله، واصدق مع الله تعالى، تثب بإذن الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذا يقول: كلما قدمت على الالتزام ترددت. أقول: لماذا تتردد؟ أتحرم نفسك من الهداية؟ أتحرم نفسك من السعادة؟ أتحرم نفسك من الراحة؟ أتحرم نفسك من السعادة والراحة والطمأنينة؟ أتحرم نفسك من طريق الأنبياء الذي تتنزل عليهم الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ أتحرم نفسك أخي رعاك الله من طريق السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل شاب نشأ في طاعة الله؟ فلماذا تتردد؟ وهذا يسأل ويتمنى أن ينضم لشواطئ التائبين لولا العادة السرية. أخي الحبيب، هل تفعل هذه المعصية وغيرها أمام الناس؟ أما تستحي وأنت تفعلها أمام الله؟ أما تستحي وأنت تفعلها أمام الله؟ فكن صادقا، فكن صادقا في التوبة. والذين هم لفروجهم حافظون، اعلم أن فرجك هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لك شعارا، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة.
فكن صادقا مع الله وإياك والمغريات، لا تنظر للمحرمات ولا تفكر فيما لا يرضي رب البريات، إياك ومشاهدة الأفلام وسماع الأغاني والمحرمات وغيرها، تجد السعادة والله بإذن الله. يقول هذا: أنا شاب ومشكلتي رؤية الأفلام ونفسي ضعيفة، لأن في بيتنا دش، إذا ذهبت إلى مكان آخر في البيت ضعفت نفسي، أرشدوني. والله إنا نرشدك فنقول لك: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأقبل على الله واسلك طريق السعادة، طريق العلم، طريق النجاة، واخلع عن المعاصي واتركها، وفر منها، فر منها فرارك من المجذوم، فرارك من الآلام والأمراض، فرارك من كل مصيبة تحل بك رعاك الله. واعلم وكن صادقا والله مع الله، تجد السعادة والتأثير في بيتك، ولكن اهجر مكان المعصية مع المناصحة. وعليك والله بالدعاء في الخلوات، عليك بالدعاء في الخلوات لأهلك ولأهل بيتك، فكم بيت اصطلح والله بسبب الدعاء، بسبب الدعاء. ولعلك أيها الأخ الكريم تسمع معي هذه القصة التي وإن كانت لا تمسك ولكنها فيها عظمة الالتجاء إلى الله تعالى. يقول الدكتور الجبير حفظه الله تعالى، يقول: عملت عملية لمريض معه تصلب في الشرايين، وكانت العملية خطيرة جدا. فيقول: لما عملت العملية خرجت ناجحة ولله الحمد، والمريض لم أجده متألما ولم يشتكي أي شيء أصلا. يقول: لم أتعجب، ولكن العجب لما كتب له الخروج من المستشفى جاءت الممرضة فقالت لي: إن هذا المريض لم يستعمل أي مسكن من المسكنات. تعجبت، قلت: والله غريب. قالت: وكان يوم العملية الذي عملت له العملية في الصباح كان يصلي المغرب والعشاء واقفا. استغرب الطبيب. فقالت الممرضة: ودخلت عليه ساعة بالليل وهو قائم يصلي. يقول: عجبا والله من هذا المريض. وتقول الممرضات أيضا للطبيب: كنت إذا عملت الغيار لزملائه في الغرفة كانوا يئنون ويصيحون، وكنت إذا عملت له الغيار لا يبكي ولا يتألم ولا يئن. استغرب الطبيب من هذا المريض. يقول: فخرج من المستشفى فعزمت على زيارته لأني كنت أعرف مكانه. يقول: فزرته في بيته، فلما زرته إلى البيت وخرج الناس من عنده قلت: يا فلان أخبرني عن حالك. قال: والله يا دكتور أبا محمد والله لم أحس بألم. قال: أنا طبيب وهذه الأمور لا تغيب عني، أخبرني والله أستحلفك بالله إلا أن تخبرني. فقال: يا دكتور، ليلة العملية قمت داعيا الله تعالى معاهدا الله أني لا أتناول أي مسكن من المسكنات، أسأل الله أن يجعل كل ألم في كفارة لذنبي وخطيئتي. يقول: يا دكتور، والله ثم والله قمت لي بالعملية فلم أحس بألم ولا بوخزة إبرة. وكانت تأتي الممرضة تريد الغيار لي، وما كنت أحس بألم الغيار، وكنت أصلي الفرائض قائما ولم أتألم أصلا، وأنت تراني وما بي ألم. فقال الطبيب: هذا سر دعاء قيام الليل. الله أكبر. فتأمل يا أخي وابذل ما بقصارى جهدك بإذن الله، تجد السعادة بإذن الله تعالى. لعلنا يا أخوان نطيل عليكم، والشيخ أحمد جزاه الله خير، نسأل الله أن ينفعنا به، هو شيخنا وله قدر علينا والله. فإن كنا قد تحدثنا في هذا اليوم فإنما هي والله ذكرى لنفسي أيها الإخوة. فأسأل الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة، ويشكر لفضيلة الشيخ هذه الوفادة، فإنما يستمع لطلابه. أكرم الله مسعاكم وجمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته، ولعل الإخوة في بقية الأسئلة يعذروننا لأننا أطلنا عليكم، فلا نريد أن نشق عليكم أكثر وأكثر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين وخطايا أثقل.
أثقلتني جعلت قلبي حزينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين سرت في ظلمات قبري ساويا فيها رهينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين سرت في ظلمات قبري ساويا فيها رهينا ولقد كنت جليلا في عيون الناظرين سرت في ظلمات قبري ساويا فيها رهينا ساويا فيها رهينا ساويا فيها رهينا ساويا فيها رهينا.